هذه الأهازيج التي تملأ الشوارع تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني السعودي 88 عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات وسط اهتمام ومشاركة رسمية وشعبية واسعة. ويأتي احتفالات الإمارات باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هذا العام مكملاً بالعديد من التطورات والمواقف التي تمسكت خلالها المملكة بدورها الرائد في خدمتها للقضايا العربية والإسلامية. حقيقة كبيرة جدا بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني السعودي، بالإضافة احتفالية أيضا الإمارات العربية المتحدة، نجدها في كل ركن وفي كل شارع وفي كل إدارة وفي كل مدرسة تحتفل معنا أيضا بهذا اليوم الوطني، ليس غريب على الإمارات. حقيقة العلاقات الإخوية التي بين الإمارات والسعودية علاقات ضاربة في جذور التاريخ. جميل هذا اليوم الوطني بهذا الحضور الأخاذ. هذا ويعكس احتفال الإمارات ومشاركتها الرسمية والشعبية في احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية عمق العلاقات بين البلدين التي تجاوزت مفهوم التعاون الثنائي بين دول الجوار لتنتقل نحو الشراكة الاستراتيجية التي تنسجم مع ما يجمعهما من علاقات تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمسير المشترك، كما شكلت العلاقات بين البلدين صمام الأمان ومرجعية رئيسية للتعامل مع كافة التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن الجماعي العربي والخليجي، وتقف عائقا في سبيل تحقيق تطلعات في الأمن والتنمية والاستقرار. التكامل الذي يجمع البلدين يتخطى في عمقه الروحي كل العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية إلى أعلى مستويات التكامل، خاصة في المجال الثقافي من خلال إقامة العديد من الاتفاقيات والبرامج المشتركة، أو على مستوى التداخل الثقافي بين المؤسسات الجامعية التي تعمل في هذا السبيل والمبدعين والمثقفين بين البلدين، وذلك ضمن رؤية ترتكز إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ موروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي. احتفالات عارمة تشهدها الإمارات العربية المتحدة هنا في دبي، يشارك فيها العرب والأشقاء الوافدون. إنها ذكرى عزيزة على كل القلوب، ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. لقناة الإخبارية عبد اللطيف بخوش، دبي.